على الديوان التونسية في الأيام الفارطة أكثر من 4700 مليون دينار بالتمام والكمال في سنة 2021 في ثمانية شهور أو سبعة شهور الأخيرة مداخيل ديوانة رقم كبير ومحجوزات بالمليارات يوميا اليوم نحكيه على تدخل للديوانة التونسية في مكافحة الفساد الناس الكل تتحدث على الإتاحة برؤوس كبيرة خاصة في التهريب احنا موجودين في مستوى طريق السيارة سوسة تونس ومعنا الناثق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميدة هيثم الزناد عديد الأسئلة عديد حاور باش فيها خاصة على الديوانة التونسية سيد العميد أول نقطة للتوضيح الناس كل تحكي على مداخيل استثنائية لم تحققها الديوانة في تاريخها أكثر من 4700 مليون دينار تونسي في سبعة أشهر في سنة 2021 مداخيل الديوانة في مختلف تدخلات متاحة 4700 مليار هذوما هما جملة المقابض الديوانية خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2021 منين جاو؟ جاو من الأداءات والمعلمة الديوانية بطبيعة في مقام الأول وهي التي تستخلص على عمليات توريد وتصدير البضاع في نقاط العبور الكل البحرية والجوية والبرية بالنسبة لبقية المداخيل تتمثل في الخطايا التي تستخلصها مصالح الديوانة على المحاضر التي ترفعها عند جنح التهريب أو مخالفات التوريد بدون إعلام وغيرها من المخالفات التي ترفعها مصالح الديوانة كذلك عندنا الدول المثقلة التي تشتغل عليها مصالح الديوانة واللي هي معناها فما نزاعات طويلة المدى مع المدينين لفائدة قباض الديوانة فتم تطوير آلية استخلاص هذه المقابيض واللي إلى حدود سبعة أشهر إلى خمسة مليون دينار وهو رقم إيجابي رغم اللي ماهوش كبير برشا ولكن مقارنة مع السنوات المنقضية يعتبر رقم إيجابي. كذلك فما معناها مبلغ هام جدا وهو 54 مليون دينار هو قيمة التصرف المحجوز. وديما الرأي العام نسمعوه يسأل معناها برشا محجوزات ولكن كيف يتم التصرف فيها؟ أغلب هذه المحجوزات يتم بيعها بالمزاد العلني وتساهم الأموال اللي تدخل بعد عملية البيع في معناها تزويد ميزانية الدولة وتتضخر كلها في ميزانية الدولة سي هيثم الزناد اسطول كبير من السيارات الفاخرة وانا نوريه في بعض الصور ما هو الا عينة من واحد من المستودعات الديوانة التونسية نحكي على سيارات بقيمة مليارات للواحدة وانا نحكي على الاف السيارات المحجوزة قلت لي يقع تصفيتها لفائدة الدولة وفائدة خزينة الدولة أولاً شنية الوضع الوضعية هذه السيارات وكيفاش معناتها يصير التصرف فيها نسمع في كلام همز ولمز وكلام على أنه كبار المسؤولين يتمتعوا بالسيارات هذه خلينا نوضحوا المسألة ويعرف الشارع التونسي مآل هذه السيارات أولا انطلاق حجز هذه السيارات هو أساسا يكون بعد ارتكاب مخالفات ديوانية أه خاصة السيارات اللي كنت كما تقول عليها معناها أه تعرفوا منذ سنة 2018 تم تغيير قانون لفسير باش نبسطوا للمشاهد أه قانون الافسيار قبل كان يمنح معناها إمكانية كونه بعد خلاص 25% و30% من الأداة والمعلمة الديوانية كانت نجم السيارة تتحول للترقيم التونسي ولد السيارة تبقى سنة بعد تتحول للترقيم التونسي فما برشا تحويل للامتيازات الجبائيه الممنوحه للتونسيين بالخارج للفسير هذا عن وجهتها والسيارات توجه للبيع اثر مرور هذه السنه وتبقى خلال مده هذه السنه مخفيه في مخازن فمصالح الديوانة اشتغلت على هذا الموضوع اداره الابحاث الديوانيه اداره الاستعلامات وكذلك مصالح الحرس الديواني وقاموا بتجميع عديد المعلومات حول اماكن اخفاء مثل هذه السيارات اللي هي مرتفعه الثمن وتم في بعض المحلات ايجاد مجموعه من السيارات كنا نشوفوا نشاهدوا فيها وهي محل متابعه مازال المواضيع نتاعها محلوله مازال ما انتهاش المحاضر نتاعها للتثبت باش نعطيه كل ذي حق حقه اذا كان فما تحويل امتياز جبائي على الوجه نتاعو فيتم سواء استخلاص مع الاداه ولا معلم الديوانيه كامله على السيارات هذه ثم اعطاء الاذن بالرفع فيها او استصفائها لفائده الاداره ووقتها تولي هي ملك الاداره وتتصرف فيها سواء ببيعها بالمزاد العلني او اذا كان السيارات هذه باش تتباع بالمزاد العلني وما تجيبش القيمه المرجوه منها فالاداره ترتئي التصرف فيها باحالتها سواء الى مؤسسات سياديه للدوله او استغلالها لدى التشريفات واستقبال ضيوف الدوله التونسيه هي الحاجة الباهية ربما اللي نحكيو فيها في هذه النقطة كما نقولوا بلغتنا الدارجة الديوانة ما عاد يكبر في عينها حد كل مخالف للقانون ياخو أه معتها جزاء بالقانون والإتاحة برؤوس كبرى ونرجع بعد لهذه المسألة وقلت هذه هي بعض الصور اللي قاعدين نوريه فيها محجوز الديوانة التونسية اليوم نرجع معاك إلى عمليات كبرى قامت بها الديوانة ما كناش مستنسين بها ولينا نسمع حجز مليارات حجز سيارات فاخرة تدخل اخر اليوم العشيه زوز مليارات ونص قيمة محجوز لأحد المصانع اللي عنده يعني بضائع خاصة من القماش مجهول المصدر سلعة كلها قاعدة تتحجز وقاعدين كل نهار نسمعوا بأرقام كبيرة خلنا نحكيه في هذه النقطة آه باش ناخذ فكرة على محجوزات الديوانة خلال الفترة نتاع سبعة أشهر من سنة 2021 معناها هي كمية كبيرة جدا معناها والمبالغ وصلت تقريبا إلى حدود 180 ألف م... 180 مليون دينار معناها 180 مليار من المليمات هي قيمة البضائع المحجوزة من قبل وحدات الحرس الديواني خلال السبعة أشهر أولى من سنة 2021 فيها مثلا 60 كيلوغرام من سبائك والمصوغ من الذهب بقيمة 7 مليون دينار عاود لي ركز لي راني باش ندوخ قديش من كيلو ذهب شدت الديوان؟ أكثر من 60 كيلو ذهب بيه. في شكل... وين نسال فيك الاخبار من صفاقس فما ثلاثة كيلو نعم هذا 3 كيلو اضافيين أكثر من 3 كيلو تقريبا 3 كيلو 140 جرام تشدوا عشية اليوم في عملية مداهمة لمحل تجاري وعلى غرار بقية معناها العمل اللي يقوموا به مصالح الديوانة وخاصة وحدات الحرس الديواني هما اللي يقوموا بعملية المداهمة وتمكنوا من حجز العشية 3 كيلو و140 جرام يضافوا لل 60 كيلو جرام إن شاء الله في الإحصائيات الجاية واللي القيمة نتاعهم تقريبا 7 مليون دينار السجائر كذلك تم حجز 7 ملايين علبة من السجائر أساسا تم حجزها باش نعطيه ونوجه معنا تحية من هنا إلى زملائنا في الجنوب الشرقي خاصة بين ذهيبة وبنقردان في هذه المنطقة ينشط تهريب السجائر وأعوان الديوانة بالمرصاد للتصدي لهذه العمليات ويعطيهم الصحة خمسة ملايين علبة سجائر بقيمة 16 مليون دينار أه 314 ألف قطعة من الملابس الجاهزة بقيمة 6.6 مليون دينار كذلك لفافات القماش اللي قلت عليها وموجوده في مصنع مغلق والكل مجموعه مخازن هذا المصنع كان يشتغل تحت النظام التوقيفي تحت النظام القيد الديواني المصنع هذا معناه قام بتوريد الكميات هذه خارج اطار واستغلها خارج اطار القانون فبعد عمل استعلامي وتجميع معلومات حول نشاط هذا المصنع وتجميع الوثائق الكل نتاع عمليات التوريد اللي قام بها وعمليه التصدير لكونه فما فارق كبير جدا بين اللي قام بتوريده واللي قام بتصديره، فتمت المداهمه وتم العثور على الكميات المهوله اللي كنا نشاهدوا فيها من هذا من هذا القماش. كذلك معناها بعض الارقام الاخرى 29 طن من الفواكه الجافه تم حجزها خلال سبعه اشهر الاولى بقيمه تقريب ألف دينار، ألف قطعه غيار للسيارات تحمل علامات مقلده وغير مطابقه لمواصفات الاستعمال في تونس. سي هيثم خلينا نركز وشويه في الارقام اللي قاعد تذكر فيها ونعلقوا عليها، احنا كنا في بلا قناع حكينا شويه على المنتوجات المحليه التونسيه، قلنا فما فواكه جافه كما اللوز وكما آه غيره من المنتوجات، فما بارونات تغرق السوق الداخليه بهذه السلع وتدخل فيها التونس يتضرب الفلاح التونسي وتغرق السوق التونسيه، شكون مستفيد فقط الرؤوس الكبرى؟ هو حكى على الفواكه الجافه وايضا حكى على قطاع الغيار وانا قاعد نوريكم فيه صور مئات إن لم أقل آلاف محركات السيارات اللي تتحجز بطريقة أو بأخرى فما مخالفات جسيمة قاعدة تصير سواء في طريقة التوريد اللي مش قاعدين يدكلاريو في القيمة الحقيقية لهذه السلع أو في إدخالها عبر مسالك التهريب الكل قاعدة تتشد في الديوان التونسية نحكي على محجوز بقيمة كبيرة في محركات السيارات وقطاع الغيار ورينا بعض بعض الصور وهذه ما هي الا عينه ونخليك تكمل لي بقيه المحجوزات لانه بالحق وقت اللي شويه في اللي قاعده تسد فيه الديوانه التونسيه ندوخوا على الفساد الكبير اللي قاعده تعيش فيه بلادنا في الفتره هذه. نعم اسمح لي محمد باش نتعداو للجانب الثاني من المحجوزات واللي هو الفت انتباه الرأي العام خلال هذه المدة خاصة خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة هو العمل على تجفيف منابع التهريب وانت كنت تحكي على اموال طائله تضخ في مجال التهريب البضائع اللي كنت تحجز الكل كيف تمول تمول من اموال تهرب خارج الوطن وتقتنى بها هذه السلع ثم ترجع الى تونس فديوانا خدمت خلال سبعه اشهر من 2021 على عمل استعلامي الهدف نتاعو استراتيجي ويدخل في استراتيجيه الاداره العمل للديوانه لسنه 2021 وهو تجفيف منابع التهريب، كيفاش؟ باستهداف شبكات تجميع الاموال واستهداف شبكات تهريب الاموال الى الخارج، وقمنا بعمل كبير جدا خلال هذه السنه، والثمار نتاعو بصراحه بدينا نجنيو فيها ابتداء من شهر جويليا، وسمعتوا تباعا العمليات اللي نجحت فيهم الديوانه باطاحه بعناصر من شبكات تهريب الأموال إلى الخارج وشبكات تجميع الأموال قمنا بتقريباً مئات عملية مداهمة بين شهر جويلية وشهر أوت لمحلات تجارية في عديد المناطق وكان بتعزيز بدورية مشتركة من أعوان الديوانة لتعزيز العمليات المداهمة وتم ضبط تقريبا 13 مليون دينار تونسي من العملة الأجنبية والعملة التونسية في هذه المحلات في عمليات مختلفة على كامل التراب الوطني وإن شاء الله احنا مازلنا نمشي قدما في هذا التوجه لأنه بالدراسات تأكدنا لكونه إذا كان نحب نقاوم التهريب يلزم تغيير الاستراتيجية والاستراتيجية السنة هي استهداف منابع التهريب استئداف شبكات تجميع الاموال وتهريبها للخارج وان شاء الله باش نحصلوا نتائج خير من حتى شهر جويليه وشهر أو اوت احنا ماشيين في هذا التوجه وقاعدين نكسبوا في خبره اكثر في اختراق هذه الشبكات في التعامل الاستعلامي مع كل عمليات التهريب وتدريجيا الاعوان نتاعنا قاعدين يتطوروا قاعدين يحققوا في نتائج خير في العمل نتاعهم وان شاء الله معناها مع دعم الاداره للاعوان مع تجيحهم ستكون هناك أكثر من هذه النتائج في سي هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوان التونسية عنده مبدأ الانضباط لحاملي الزي النظامي وعنده مبدأ التحفظ هنا يعني باش نتكلم بلا قناع اليوم لما السلطة العليا تزيديها على كبار الفاسدين وتنحي الحماية نتاعها اليوم كل واحد في البلاد هذية باش يعرف الحدود نتاعو باش تسمعوا بالرؤوس الكبرى والحوت الكبير يتساقط على التوالي اليوم الديوان التونسية قامت بعمليات جريئة وانا نحكي على الموضوع هذا لانه نعرف أنه في الخطوة هذه زاد فما حرب مضادة باش تستهدف الديوانة التونسية وباش تستهدف العمل نتاع الديوانة لأنه الناس هذوما ضروا في المليارات نتاعهم أكيد مش باش يقعدوا مكتوفي الأيدي وعندهم قاعدين يحملوا الأبواق نتاعهم للتشويش على العمل الديواني اللي قاعد يسير هنا ومش الديوانة فقط وإنما تحدث على العمل الأمني وحتى العسكري نكمل معاك في العمل نتاع الديوانة التونسية اليوم بالأرقام اللي ما كناش نسمع بها لأول مرة في ظرف وجيز نسمع بمحجوزات بالمليارات خاصة النقدية من العملة الصعبة ومن الأموال التونسية اليوم فما جرأة في الذهاب للعمق والذهاب لعش الدبابير الناس اللي تمول في التهريب لنخر البلاد أكيد كما قلت لك هو العمل الاستعلامي أعطاه الثمار متاعه ومكننا من الوصول كما قلت إلى الشبكات اللي هي تقوم بتجميع الاموال وتحويلها الى العمله الاجنبيه ثم يتم تهريبها الى الخارج بدينا ناخذوا في سبق على هذه الشبكات بدينا نخترقوا في المعلومات نتاعها ونستغلوا في المعلومات بطبيعه الحال هذا ما ينجم يكون كان حافز ودافع لبقيه اعوان الديوانه في كل المناطق الجمهوريه باش تزيد تشتغل وتزيد تخدم وفما معناها تنافس ايجابي بين جميع وحدات الحرس الديواني بين جميع وحدات الديوانه من اداره ابحاث ديوانيه الاستعلامات الامن الديواني كل ما هو في علاقه بالمراقبه على شبكات التهريب قاعد يشتغل وقاعد معناه يحاول يحقق اكثر من اكثر نتائج بطبيعه الحال فما زاد ثقه من من السلطه في الدوله ودعم باش الديوانه تحقق اكثر مداخيل وفما شعور بالمسؤوليه لانه احنا نعرفوا واعيين احنا جزء من وزاره الماليه ونعرف حقيقه التوازنات الماليه للدوله نعرف معناها الخلل الموجود في الماليه العموميه فدورنا ونعرفوا احنا عندنا تجاه الوطن هو كونه ندخلوا أكثر ما يمكن من الأموال بطبيعة الحال في إطار القانون لخزينة الدولة وإن شاء الله نوصلوا نحقوا الهدف الاستراتيجي اللي حطيناه في أول العام وهو 8500 مليار إن شاء الله نوصلوا لها ونفوتوها لما لا معناها بالنتائج هذه وبعملية التصرف المحجوز كذلك بضبط المداخيل الديوانية من الآداة والمعالم الديوانية أعواننا في المعابر الحدودية في المواني في المطارات في المعابر الحدودية البرية قاعدين الصداوي والغش التجاري. اللي هو كذلك الهدف متاعه التفصي من دفع الاداة والمعالم الديوانية. ودوره هام جدا. كما الخط الثاني اللي تشوف فيه الحرس الديواني والابحاث. كذلك الخط الاول في المعابر الحدودية. اعوان الديوانة قاعدين يقوم موجود كبير. ضبط جميع مخالفات الغش التجاري وارجاع الاموال التي كانت متهربه على خزينه الدوله تدفع لخزينه الدوله وهذاك عليه شفنا معنا ارتفاع في حجم الخطايا التي تم دفعها على المخالفات الديوانيه ب 119% خلال سبعة اشهر الاولى وصلت 85 مليون دينار من الخطايا الارقام جيده لكن عميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الديوان التونسيه مش نمشي بيك الموضوع ربما يحرج اليوم العمل الديواني نقول ممتاز لكن يبقى ناقص اليوم العمل الاستعلاماتي اللي نعرفوه بالتعقب المكالمات الهاتفية وبالاختراق وغيره يبقى غير كافي اليوم ولينا نسمع على آلاف المليارات الضائعة من التوريد نحكيه على غش في بلد المنشأ نحكيه على صراع صينية اليوم تجيك من بلاد عربية وتعفى من الأداءات الديوانية وتنجم تعمل شيء نحكيه على مواد إلكترونية قاعدة تدخل بلادنا وتدخل بفواتير صحيحة لكن أصلها مزيف لأنه ما من نعرفوش منين تجي وهذا ما ينجم يكون إلا ما تكون عندك متابعة خارجية وللأسف تونس من البلدان القلائل اللي ما عندهمش ملحقين ديوانيين في الخارج باش ينجم هو يخدم لك على الغش هذا اللي قاعد يخسر في البلاد في الاف المليارات، ربما باغتك السؤال لكن انا نحبك تجاوبني بصراحه لانه ولا كل شيء مكشوف ونحكيه للعلن في كل المواضيع اللي تخص تطوير العمل اللي يفيد بلادنا ويكافح الفساد. أه نعم هو الحقيقه ما, ما حضرتش اجابه لكن اترجل في هذا الجواب. بخبرتي كضابط للديوانه و26 سنة في الإدارة آه وتعاملنا مع المنظمة العالمية للديوانة من الـ الـ الأسس العمل الديواني خاصة العمل الاستعلامي هو آه معناها إرساء شبكات دولية نعرف التهريب ولا شبكات دولية للتهريب ولا جريمة عابرة للحدود فالعمل الديواني لازم يكون كذلك عابر الحدود ما نجموش نقعد احنا في تونس ونستناو فقط المخالفات الديوانية والجرائم الديوانية باش تجي لتونس شنو ضبطوها كما قلت معناها عمل تحيل كبير ياسر قاعد يصير في الخارج وقاعد يصير في كل الدول باعتماد فواتير مفتعله باعتماد فواتير معنى تقلل من قيمه البضاعه باش تخلص اقل اداءات في تونس آه الكونترفاسون العلامات المقلده كذلك اللي هي زادت ضرر بالاقتصاد التونسي وفما شدينا معنى حتى علامات تونسيه مقلده بقيمه معنى متدنيه جدا المال نتاعها كونه عديد المصانع في تونس باش تسكر فصحيح صحيح الآليات الجديدة اللي هي تعتمدها المنظمة العالمية للديوانه هي العمل خارج الدولة، معناها توسيع شبكات الديوانه للاستعلام خارج تونس، وهنا ما ينجموا يقوموا بها إلا إطارات مختصين من الإدارة العامة للديوانه، وموجودة في كل الدول راو مثلا عديد الدول الأجنبية اللي احنا نتعاملوا معهم عندهم ملحق ديواني في تونس، ونجتمع معاه ويتلقى عديد من المعلومات من الديوانه التونسية اللي هي تنفع الديوانه تاع بلاده. احنا علاش لا تونس ما يكونش عندها معناها ملحق ديواني في كل سفاراتنا وفي كل البعثات القنصليه علاش باش يخدم حاجتين انت ذكرت حاجه الجانب الاستعلامي لمكافحه الجريمه المنظمه ولمكافحه الغش التجاري والتهريب انا نعطيك جانب اخر مهم جدا هو هو دفع الاستثمار وما فماش شكون ينجم يجاوبك على اسئله متعلقه بقوانين التجاره الخارجيه والصرف اكثر من اطار الديوان هذا متاكدين منه واحنا نعرفوا معنا الخبره اللي عندنا والمشاكل كلها اللي تجي عند قدوم مستثمرين ومعناها اموال من الخارج باش تستثمر في تونس الكلهم يجيو للديوانه معناها ما يجيبه حتى حد على الاسئله متاحهم. الا مصالح الديوانه ونلقاو اشكاليات كبيره لانه بعد ما يجيك المستثمر التونس بوثائق ناقصه وبمعلومات مغلوطه حول عمليه الاستثمار نتاعو وهذا يعرقل في الاجراءات فاغلب المستثمرين يهز فلوسه ويمشي يحاول يستثمر في بلاد اخرى احنا ماذا بينا المستثمر ما يجي لتونس الا عنده كامل المعلومات ونسهلوا له وصوله لتونس قبل ما ما يوصل لهنا لتونس، كذلك الديوانه نجم تشتغل على مع المتعاملين الاقتصاديين في تونس على إيجاد أسواق أخرى في الخارج، هذا هذايا مصالح الديوانه راهي هي في صلب العملية الاقتصادية في تونس، ويجب استثمار هذا هذه الخبرة لما لا بإحداث وكنا تقدمنا به المطلب هذا لسلطة الإشراف، وتمت فيه دراسات ولكن لم يفعل إلى حد الآن. فهنا نداء معناها الى سلطه الاشراف للنظر في هذا الملف لما لا يقع ادراج خطه الملحق الديواني في البعثات الدبلوماسيه والقنصليه في الخارج واللي باش يكون عنده مردود مالي كبير جدا على الدوله التونسيه سي هيثم ما زلنا مواصلين معاكم باش نزيد نوضحوا للساده المشاهدين اليس من الغريب مثلا سوريا الشقيقه اللي تعيش في حرب كبيره منذ عشرات السنوات وهي تنتج مادة اللوز أكثر من تونس واليوم نسمع على برودوي أه سوري يدخل لتونس ويعفى من الأداءات وهو معروف ليس من سوريا يخرج هذاك علاش قلت راو وقت تتضرب الفاتورات نتاع البلد المنشا الديوان التونسيه مجبره ربما على ادخال تلك المواد اذا كان ما هيش متاكده 1000% المصدر نتاع السلعة اللي داخله كيف كيف بعض المواد الإلكترونية اللي حتى فيها الصيني لكن يحمل علامات بلدان أخرى مع فيها من الأداءات وهذا مشكل كبير لذا قلنا ديما العمل الاستعلاماتي ووجود من يمثل الديوان التونسية في السفارات الخارجية هذا ولا شيء مطلوب حتى لا تهدر هكذا المليارات والرؤوس الفاسدة بطبيعة الحال متحيلة تعمل كل حاجة في إطار اني يتدخل الفلوس وتعفى من الاداءات الديوانيه اليوم آه حاجه فضل. على كلامك آه سي محمد هو في, في هذا الموضوع خاصه في علاقه بالفواتير معناها تبين منشا البضاعه وتبين قيمه البضاعه وتبين نوع البضاعه فما آه عمل تقوم به الديوانه في محاوله ل آه فضح الغش التجاري ورفع المخالفات في الموانئ خاصه لكن الإشكالية اللي هنا كونه هذا يتطلب عمل مع مصالح خارجية يعني إحنا مصالح الإدارة العامة للديوان عنا إدارة المنشأ وإدارة القيمة وإدارة التعريفة تراسل الديوانة في خارج الوطن معنا مصالح الديوانة مثلا في دولة أجنبية وتطلب منها في إطار التعاون المشترك تحت راية المنظمة العالمية للديوانة مدنا بالمعلومات هذا يطلب وقت كبير جدا معناها وساعات فما بعض المصالح اللي ما تجاوبكش تقعد المراسلات ثم ما ترجعش المراسلات هنا احنا نقعد في اشكال عندنا البضاعه موجوده وقاعده تدفع في تكاليف الترصيف في ارض الميناء وارض الميناء زاد كيف كيف المساحه نتاعها غاليه والمساحه نتاعها معناها عندها وقت يلزمها تستغلها فيها المكوث الحاويات دونك احنا كديوان شنو نعملوا؟ معناه هنا عندنا زوز اشكاليات، يا يعني نحجزوا البضاعة ما عندناش اثباتات وقرائن قوية، والا نرفع اليد على البضاعة مع كما قلت انت اللي هي فما امكانية كونه تكون المنشأ نتاعها مغلوط، أو القيمة نتاعها مغلوطة، أو كذلك نوعية البضاعة ماهيش صحيحة، معناها فيها فما امبوسيبيليتي اللي هي تنجم تكون كونترفاسون، وهنا الإشكال يتحل بشكل كبير جدا عند اعتماد قنوات استعلاماتية في الخارج واللي تنجم تكون يقوم بها الملحق الديواني في الخارج سي هيثم الزناد باش نحكي معاك زادة في نقطة أخرى في غاية من الأهمية اليوم الديوانة التونسية في الفترات الأخيرة خلينا نقول الحقيقة ضربة روس كبار نتاع فساد وتهريب وكذا لكن فما حرب مضادة وتعرف تمسني نمسك تمسني في فلوسي نعمل لك اللي نحب والديوانة واللي مستهدفة والإشاعات يومية تدور على الديوانة واللي يقولوا الرؤوس الكبرى هي اللي في الديوانة مش العكس نعم هذا صحيح وهذه مش المرة الأولى راهو احنا لاحظناها كل ما ترتفع مداخيل الديوانة كل ما الديوانة تتغير استراتيجيات العمل نتاعها وتعطي ثمارها خاصة في مجال مكافحة التهريب ومكافحة الغش التجاري عديد الإشاعات عديد معناها الاستهدافات تستهدف الديوانة وإطاراتها سواء من قبل وسائل الإعلام سواء من قبل صفحات التواصل الاجتماعي سواء كذلك حتى من داخل الإدارة معنا فما محاولات للإرباك محاولات لبث البلبلة لإحباط العزائم باختلاق عديد الملفات اللي هي ملفات صحيحه او هي ملفات محاله على القضاء والقضاء هو اللي قاعد ينظر فيها فهذا الكل يخلق معنا جو مشحون داخل الاداره ويفقد الثقه للمسؤول ولكن الحقيقه فما فما تضامن داخل الاداره وفما تنسيق بين القياده وبين القاعده الهدف نتاعو هو تجاوز هذه الفترات هذه نتاع الاشاعات ونتاع الحملات اللي تستهدف الاداره العامه للديوانه وتستهدف الاطارات نتاعها للمضي قدما لانه كما قلت لك الامانه اكثر من التضحيه معناها احنا مستعدين نضحيوا بهذه الاشاعات احنا مستعدين نتحملوا كل ما يتعلق بهذا الاستهداف في سبيل تحقيق الامانه اللي هي راهو استقرار تونس استقرار اقتصاد تونس وامن تونس وهذه امانه نحملوها بكل شرف والشعار نتاعنا احنا صدق وامانه فهذه الامانه اللي نحملوها بكل صدق